وقت احلام العطر يا ادم الحن المطر نكتب غلاج ونعشقك من اول الاخر سطر قطر 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 يا غنوة احلام العطر يا ادم الحن المطر نكتب غلاج ونعشقك من اول الاخر سطر لك الحب ولك المجد ولك الاكرام قطر لك العشق ولك حبك الإحساس والإلهام قطر 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 لا 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 قطر 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 لا 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 قطر 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 شعبك سما وارضك وفاء أهلك أهل جود وصفاء والطيب فيهم ما خفى وبحزة الحزة خطر قطر 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 شعبك سما وارضك وفاء وأهلك أهل جود وصفاء والطيب فيهم ما خفى وبحزة الحزة خطر اسمك حقيقي أرسل يا مثل النور عزك يا قطر لك الحب ولك المجد ولك الإكرام لك الإكرام لك العشق ولك الفخر ومدى الأيام لك السعد ولك العهد ومدى الأيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير عليكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في كل مكان أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير نجدد اللقاء فيكم من خلال ساعتنا الصباحية لليوم مع مواضيع وفقرات وتقارير راح نتعرف عليها أكيد في سياق الحلقة الحين خلونا نتعرف على أبرز العناوين كورونا ومعقمات الأيدي والأخطاء الشائعة في الاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تعليم الأطفال مشاهدينا مستمعينا إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم معنا عبر الهاتف من إدارة الأرصاد الجوية أمينة الملا اتكلمنا عن علوم الجو لليوم صباح الخير يا أمينة ألو صباح الخير يا أمينة تفضلي صباح الخير كلمينا عن حالة الطقس إن شاء الله أجواء معتدلة الحرارة خلال فترة النهار مع درجات حرارة تتراوح ما بين 25 إلى 27 درجة مئوية على مختلف المناطق وتصبح الأجواء باردة نسبيا ليلا لتتراوح درجات الحرارة ما بين 20 إلى 16 درجة مئوية الرياح السائدة لليوم تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح ما بين 5 إلى 15 عقدة ومن المتوقع ارتفاع نسب الرطوبة من فجر يوم الخميس وبذلك تكون الفرص مهيئة لتشكل ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق ومنها تقل الرؤية الأفقية إلى 2 كيلومتر أو أقل ويتلاشى الضباب تدريجيا مع شروق الشمس بإذن الله وبعدها تكون الأجواء مستقرة بمشيئة الله عن الحالة البحرية تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها تتراوح ما بين 3 إلى 10 عقد ويكون ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 قدم وأيضا من المتوقع أن تزداد نسب الرطوبة داخل البحر ومنها يتشكل ضباب ويتلاشى مع شروق الشمس بإذن الله وبعدها تكون الأجواء مستقرة وصالحة لكافة الأنشطة البحرية هذا والله تعالى أعلم أمينة الملا المتنبئ الجوي بإدارة الأرصاد الجوية شكرا لك
مشاهدينا مستمعينا، والآن مع جولة الصحافة المحلية وأبرز العناوين وزميلتنا فوزية عامر. نبدأ الجولة بصحيفة الوطن. التعليم توصي بالتوسع في الدروس المصورة في إطار استعداداتها لكل الاحتمالات خلال الفترة المقبلة. البلد يوصي بفحص العمالة في المطار، الوافدون من الدول التي لا يوجد بها مراكز معتمدة للفحص. متاحف قطر في قلب الحضارة السودانية بحضور سفيرنا في الخرطوم، وفد يقف على إنجازات ونشاطات البعثة القطرية في منطقة البجراوية. ننتقل إلى صحيفة لوسيل. الصحة تقرر منع الشيشة في جميع المطاعم والمقاهي في إطار الإجراءات الوقائية لتجنب العدوى بكورونا. كهرماء إجراءات احترازية للوقاية من كورونا، 40 مليون ساعة عمل بدون أمراض مهنية في 2019. أشغال بدء تنفيذ أعمال تطوير شوارع في الخليج الغربي، اكتمال المشروع في الربع الأول 2021. إلى صحيفة الشرق. الدكتور محمد الهاجري مدير إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ بمؤسسة حمد، لجان مختصة مع كل الجهات لتقليل فرص انتشار كورونا. رقمنة مليوني صفحة بمكتبة قطر الوطنية ضمن المرحلة الثالثة. أشغال تتسلم شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة خلال فعالية ضمن برنامج التميز المؤسسي. إلى صحيفة العرب. تعاون بين المواصلات وجامعة قطر في قطاع النقل والأبحاث، التوقيع على مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والمعلومات والإحصاءات. صندوق الزكاة يواصل استقبال الميزانيات العمومية للشركات بغرض حساب ما يتعين عليها من زكوات. زراعة أشجار السدر بمحمية المسحبية وإعادة تأهيل روضة صالح. نختم الجولة بصحيفة الراية. مصادر للراية الاقتصادية: الأسواق عامرة بالخضروات والسلع الغذائية، وفرة في المنتجات واستقرار الأسعار. 41% نمو عدد زوار قطر، استقبلت 277,000 زائر في يناير. وزارة العدل: 1.5 مليار ريال تداولات العقارات بإنجاز 359 صفقة خلال فبراير. مشاهدينا ومستمعينا، أيهما أفضل للتصدي لفيروس كورونا، غسل اليدين أم جل التعقيم؟ موضوع للنقاش، لكن بعد الفاصل خلكم ويانا. مرحبا فيكم مشاهدينا ومستمعينا من جديد. توصي العديد من الجهات الصحية بجملة من الإجراءات للوقاية والحماية من العدوى بفيروس كورونا كوفيد 2019. خلونا نتابع التقرير. ما
منذ ظهوره في الصين قبل أشهر، أصبح فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 أحد أسرع الأوبئة انتشاراً حول العالم. ولأنه لا يوجد حتى الآن علاج لهذا المرض، تبقى الوقاية منه أهم سلاح لمواجهته. وفي هذا الإطار توصي الجهات الصحية بعدد من الإجراءات العامة لحماية أنفسنا والمحيطين بنا من العدوى. ومن أهم هذه الإجراءات المواظبة على غسل اليدين بالماء الساخن والصابون لعشرين ثانية على الأقل، أو تعقيم اليدين باستخدام مستحضرات تعقيم، استخدام منديل أثناء العطس والسعال أو استخدام الأكمام، الاستخدام الصحيح للكمامات الطبية في حالة الإصابة بالإنفلونزا، تجنب لمس العينين والفم والأنف باليد إلا بعد غسلها جيداً، الابتعاد لمسافة لا تقل عن مترين عمن تظهر عليه أعراض الإنفلونزا، تجنب الأماكن المزدحمة المغلقة والتجمعات الكبيرة، تجنب المصافحة ولمس الأسطح باليد في الأماكن العامة. ومن أهم أعراض الإصابة بهذا الفيروس الحمى والإرهاق والسعال مع صعوبات في التنفس وآلام في العضلات. وفي حالة الاشتباه بالعدوى يجب الإسراع في إبلاغ الجهات الصحية واتخاذ إجراءات لحماية الآخرين وعدم نشر الهلع والخوف، لأن هذا المرض قابل للشفاء إذا تم التعامل معه بالطريقة الصحيحة. مشاهدينا ومستمعينا، وفي ذات السياق يلعب معقم اليدين دورا هاما في القضاء على الجراثيم والبكتيريا والتي قد تنتقل عن طريق اليدين. هذا الأمر يجعل منه واحدا من الخيارات المناسبة للوقاية من فيروس كورونا وغيرها من الفيروسات والبكتيريا المنتقلة على بشرات اليدين. لكن الإفراط في استخدام مواد التعقيم قد تسبب الضرر للبشرة وتسبب في جفافها أيضا. للمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف الدكتورة أمل عبد الرزاق الشايجي، استشارية أول جلدية في مستشفى الوكرة. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. هلا حنان، شلونك؟ الله يسلمك دكتورة. دكتورة، أول شيء لازم نتكلم عن المعقمات والمطهرات، هل في فرق بين المعقم والمطهر؟ شوفي، أول شيء أنا أتوجه بالشكر الجزير لوزارة الصحة على الجهود اللي قاعد يسوونها طبعاً، والتعليمات والإرشادات الطبية اللي مليانة في المراكز الصحية. فأي صحيح. مركز تدخلين أو أي مستشفى حالياً، قطاع خاص أو قطاع حكومي، حاط لك التعقيم. يعني أولاً وأخيراً، يعني من رقم واحد لرقم مليون، التعقيم والغسل التام لليدين. يعني حمايته حتبتدي من اليدين، مش من ارتداء الماسك ولا ارتداء القفاز، هذا أكبر خطأ. فالتعقيم والمطهر يكاد يكون يعني ما في فرق بينهم شوي. يعني التعقيم حتكون نسبة الكحول في أكثر من المطهرات. يعني التعقيم توصل نسبة الكحول ما بين 60 إلى 90 أو 95. هني تبتدي المشكلة، لأن أنا أعقم إيدي بالكحول بالمواد اللي هي موجودة في السوق الجلد. طبعا بغض النظر عن الفليفرز أو الروائح المحطوط فيه، احنا طبعا نحبذ أن ناخذ السادة اللي ما في أي نوع من أنواع الروائح، لا اللي على فراولة ولا اللي على بطيخ ولا اللي على مانجا ولا ليمون، لأن كل هالشغلات ممكن تأثر على اليد. طبعا على اليد في نقطة مهمة لازم نعرفها، أن كل ما زادت نسبة الكحول حتؤثر على البشرة وحتطير لك الطبقة الخارجية والبكتيريا اللي تحميني. احنا أجسامنا فيها بكتيريا وفطريات متعايشين احنا معاها النافعة. بالضبط. فأول ما أقعد أنا أستخدم المعقم وبجنون عشان أطهر، لأن المفروض أنظف يدي، حتلاقي أن الطبقة الخارجية راحت، ابتدى الجلد ينشف، يطلع عليه مثل بثور بيضة. نعم. ممكن تقلب حمراء ونبتدي في الحساسية المتلازمة لنوع من أنواع التعقيم. هنا طبعا تبدأ المأساة، خصوصا اللي عندهم الجلد الناشف، خصوصا اللي عندهم اللي يعانون من الأكزيما الدائمة، حساسية الجلدية. كلمة تعقيم ما تعني بس التعقيم بالمعقمات. نعم. بالمواد هذه، التعقيم يكون أفضل في الحالة اللي احنا فيها، فيها الوباء اللي منتشر الله يحفظنا منه. آمين. الماء والصابون، واستخدامنا للصابون لازم يكون صابون ظريف على البشرة مالت اليد عشان ما ندخل في نفس الأثار الجانبية مالت المعقمات. طيب دكتورة، هل كل ما زادت نسبة الكحول
هذا يساعد انه يقلل يقتل الميكروبات لا والجراثيم؟ لا لا لا، هي نسبة معينة حتوصلها، يعني حيوصلها ابتداء من 60 65 65%. نعم. حتلاقين ان هذه الدرجة ابتدت تقضي على البكتيريا السطحية اللي حتكون موجودة على البشرة. طيب في حال ان مثلا مثل ما ذكرتي بعض الناس ممكن تكون عندهم حساسية معينة او التهاب معين، امراض جلدية، شلون ممكن يختارون المعقمات؟ احنا يعني التعقيم مثل ما قلت لك حنبتدي ب 60% كحول، فدائما يلجؤون للرقم الاقل اللي هو حيكون فيه لهم حمايه. الحمايه او الوقايه من الاثار الجانبيه مال التعقيم تاتي ما بعد التعقيم. انا عقمت يدي او غسلت يدي بالماء والصابون دخلت البيت، انا في مأمن ان شاء الله، يعني ماكو اي شيء حيعطيني. حلجأ الى المرطبات، ضروري جدا استخدام المرطبات. مثل ما انتم تحملون قرشه صغيره تعقيم، قرشه صغيره بدي لوشن او لو ان شاء الله حطي فازلين، يعني اخر الليل انت بتنامين حطي فازلين. الفازلين طبقه ثيك، طبقه سميكه. نعم. حيبتدي يشبع يتشبعها او يمتصها الجلد على فترات، لما تقومين الصبح هالثمان ساعات ايدك صارت يعني حميتيها من طول اليوم اللي انت تحطين تعقيم او ماء وصابون، تعقيم وماء وصابون. في ناس وايد يبالغون في التعقيم على فكره، يعني تلاقينها كتت نص القرشه حق الجزء الخارجي والداخلي. نعم. وبين الاصابع. احنا هذه الحركه نسويها بالماء والصابون بالضبط، حنعقم يدنا بالماء والصابون مثل الجراحين في غرفه الجراحه. اذا احنا نوضح دكتور ان بعد الافراط في استخدام مثل المعقمات ممكن يعني ياثر على البشره ويعري الجلد، فيخليها عرضه للبكتيريا اكثر، حيخليها عرضه للالتهاب او اي فيروس يلقطها اكثر من لو كانت حافظت عليها بتقليل التعقيم او بتقليل استخدام الماء والصابون. طيب بالنسبه لاستخدام الجل او الجل التعقيم او المعقمات، شنو الفترة المناسبة؟ يعني مثلا في اليوم ايش كثر انا المفروض يعني اغسل يدي؟ يعني شوفي انت حسب طلعاتك، لو انت في البيت ما راح تغسلين يدك، ممكن اذا انت طول اليوم في البيت طلعتي طلعة واحدة. أيوه. حتضطرين تاخذينها معك في الشنطة او في جيبك مرة واحدة تعقمين. هو الافضل طبعا للسيدات او كل الناس اللي يسوقون سيارة، اول ما يركب سيارته خصوصا اذا يسلم سيارته للفالي باركينج يمسح بالتعقيم السكان. يعني في حال استخدام شخص اخر. اي طبعا. إيه. في حال استخدام سيارته لشخص اخر، السواق او الباركنات اللي يوقفون السياره، هني انت حميتي نفسك، فحتقللين شويه على الاقل من التعقيم اللي موجود على اليد، حتحطينه على السكان، لما يوصل البيت يبتدي يغسل بالماء والصابون، يعني كثر ما يقدرون لا يزيدون عن 3-4 مرات، في ناس وايد مبالغين يعني فيهم روع، وصراحه احنا في هالظروف الناس كلها تخاف. بس ان شاء الله احنا نقول ان هذا ابتلاء وامتحان رب العالمين، واكيد نطمنهم يعني طبعاً. انه بممارسه العادات الصحيه. طيب دكتوره مثلا احيانا التعقيم له صور، مثلا ممكن يكون جل ولا حتى مثلا مناديل مختلفه، لا هل هذا يفرق؟ طبعا. إيه؟ احنا يعني بقدر الامكان ما نبي نستخدم المناديل نهائي. لان المناديل حي الماتيريال مالته حتسوي احتكاك زياده عن التعقيم الجل، فحتجرح البشره. واذا أكثر. كانت مرطبه؟ لا، ما في مناديل مرطبه. هو انت حتستخدمين التعقيم تدخلين البيت تبتدين طول فتره ما انت قاعده حطي مرطب عشان تعويض. خلينا نقول مثلا 12 ساعه برا البيت، 12 ساعه داخل البيت. نعم. ال 12 ساعه اللي داخل البيت ما راح تعقمين، يمكن عفوا عقب الوجبات ماي وصابون، بس استخدام المرطبات ضروري جدا 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 فهالاجواء البارده تكون ناشفه. نعم. طيب دكتورة بالنسبة للإفراط مثلا، خلينا نتكلم عن الاستحمام وتأثيره على فروة الرأس والبشرة بشكل عام. اي طبعا، في ناس برضو عندهم فوبيا التنظيف والتعقيم، تلاقينا يتسبح 3-4 مرات. انا احتاج مرة واحدة فقط في اليوم اغسل جسمي سواء بالماء والصابون او بالماء، يعني حتى لو كان جسمي يفرز، حتى لو كان مثلا تعرض لأتربة، هي مرة واحدة يحبذ انه يغسل جسمه. الشعر طبعا يعتمد، اللي شعرها دهني او اللي شعرها دهني حيضطر يغسله مثلا يوميا. نعم. اللي الافراز عنده قليل او مختلط او جاف الشعر حيضطر يستخدم الشامبو 2-3 مرات في اليوم فقط، او اسفه في الاسبوع او مرتين. نعم. لان حتى الاستخدام المتكرر للجسم بغض النظر عن اليد والوجه والشعر حيدخلنا في دوامة الجفاف. نعم. طيب دكتورة، هل يفرق مثلا إذا أنا مثلا غسلت يدي بماي ولا ماي وصابون؟ لا، ماي وصابون. ماي وصابون. طيب عشان أضمن تعقيم. نعم، وضحي لنا يعني الصابون يحتوي على إيش بالضبط؟ شوفي، الصابون دائما يكون قلوي. أنا أحتاج أن يكون جسمي قلوي علشان
الوسط اللي يحب الفيروس دائما اسد حمضي. نعم. فانا الجأ للقلويه في استخدامي للصابون، استخدامي للشامبو، استخدامي لاي تعقيم. واحنا قلنا وجود الكحول في التعقيم حيدخله يعني في مرحله القلويه، فحي يعني باذن واحد احد ان شاء الله حيكون بعيد عن التهاب الفيروسي. طيب دكتوره، احنا في الوضع الحالي يعني وكثره الكلام عن مختلف المعقمات، او مثلا نلاقي ان بعضهم مثلا ممكن يعتمد على نفسه ويسوي له خلطات خاصه بالمعقمات. انا هذه اللي ابي اوضحها حق الناس. نعم. ممنوع ممنوع، يعني حتى لو دخلت جوجل، ما الناس الحين جوجل ما صاروا يسالون الدكاتره، يحط لي جوجل وشنو الاخ جوجل قال له ويقول ترى هو انا اسوي كذي وكذي، فهذا ممنوع، مرفوض رفضات، لان انت ما تدري شنو اصلا احفظوا المعقم، شنو نسبه الكحول اللي انت تحتاجها، انت ايش عرفك تجيب قرشه كحول وتخلطها على مواد؟ ممنوع. ارجوكم يعني فعلا انا اوجه نصيحه للساده المشاهدين ان فعلا ما يلجؤون لعمل المعقمات الداخليه او المنزليه. يعني في السوق وايد لا يقولون الحين مثلا استنفذ، الحين في حتى شركات قطريه ما شاء الله. قطريه نعم صحيح. يعني وحتى انا شفت التركيب مالها رائع جدا بصراحه، حتى عبواتها ظريفه وصغيره، انت عارفه ساعات الشركات التجاريه تلجا الى القزاز القرشات الملونه، بس المحتوى مالها مش صحي ولا هو المطلوب للتعقيم عشان يحافظ على بشره اليد. وحتى دكتوره يعني ان هذه مثلا اضعف الايمان مثل ما نقول الماي، الماي والصابون، والماي متوفر، الماي والصابون، اي صابونه موجوده عندك، يعني في نوع من انواع الصابون احنا ما نحب نستخدمه بكثره لانه يكون قوي وحامي على الجلد، ففي وايد انواع صابون هادي وصناعات طبيعيه ما في احسن منه. نعم، وطبعا كل بشره واللي يناسبها. طبعا كل بشره. طيب دكتوره اعطينا مثلا بعض النصائح او التوجيهات بشكل عام للوضع الحالي، مثل ما انت عارفه سواء الاهتمام بالبشره او حتى مثلا كيفيه الحد من انتشار الفيروس. يا رب ان شاء الله الناس يعني يسمعون هالنصائح، طبعا احنا قاعدين نقولها في كل مكان. نعم. طبعا الملامسه، المصافحة، ابتعد عن أي مصافحة مهما كان البني آدم اللي قدامك يعني. نعم. وبعدين ملامسة الأسطح خطر جدا، عشان كذي أقول لك أنا أول ما يركب السيارة السكان بيسوق فيه ويمكن 10 ساعات رايح يسافر مثلا ساعتين لين يوصل بيته، هذا الجزء لازم يعقم، أي سطح تلمسه لازم يكون معقم، ارتدائك للقفاز خطأ لأن إذا لبس القفاز وحط إيده على السطح أخذه. نعم. الحين شلون بيفسخ القفاز؟ بياخذ اليد مثلا اليمين وبيمسك القفاز وبيشيله، زين؟ نعم. ما سوينا شيء، الحين بيشيل القفاز الثاني، هو اللي موجود في القفاز الاولي لصقه في الجسم، لصقه على يده هذه، اليد هذه بتشيل القفاز وبتلمس اليد، فاستخدام القفاز ممنوع، استخدام الكمام ممنوع جدا ممنوع، لان حتى لو تعرض لاي رذاذ لمصاب كنت قاعد معاه او شريت منه او رحت مكان والتقيت فيه، حيكون في رذاذ عطس، انت فرحان، هو عطس، انت لابس الكمام ما راح يجيك، لما تجي تفتح الكمام وتشيله الرذاذ اللي كان عند المريض حتلامسه بيدك، فهني صحيح. احنا نقول مهم جدا غسيل اليد، غسيل اليد، غسيل اليد الى مليون مره هو الوقايه من هالمرض. طبعا المفروض الناس ما ان شاء الله ما يعيشون في رعب وخوف وهلع، لان امورنا يعني مطمئنه ان شاء الله باذن واحد احد، واحنا نعرف ان الفيروس يعني هو نوع من انواع الانفلونزا القويه والغير قاتله، على فكره كانت انفلونزا موسميه شتويه من كم سنه كانت اقتلت اعداد كبيره مو مثل هذا الكورونا، بس مشكله الكورونا سريع الانتشار. اي فاحنا نحد من التجمعات والزحمه، يعني الحكومه اخذت وايد شغلات حلوه، وقفت الدراسه، قللت النشاطات الخارجيه، يعني بقدر الامكان المفروض المواطنين ودعت ايضا الى التعاون مع جميع الجهات. طبعا اي واحد يحس انه مثلا عنده حراره او يكح ما فيها شيء، يعني هو مو فضيحه او فشيله انك تروح ويكتشف عندك كورونا. في بعضهم يخافون يقولون اذا رحت بقعد في الحجر الصحي، شو نقول لهم؟ الحجر الصحي مهم جدا لانسان مشكوك في امره. نعم. يعني الحين كل اللي في الحجر الصحي على فكره مش بوزيتيف، مو كلهم مصابين بالكورونا. صحيح. بس عشان لو احنا ما عرفنا انه هو مصاب بالكورونا وهو مصاب، احنا ما اكتشفنا وهو مصاب، يقعد في الحجر الصحي ولا يزود نسبة الانتشار الاصابه والانتشار بالنسبه لحواليه، يعني
المفروض الناس يخافون على بعض صراحة. صحيح يعني دكتورة. العائلة يخاف على أهله، الجار يخاف على جاره، يعني المفروض يخافون على بعض. وأنا أعتقد أن أهل قطر الله يحفظهم جميعا يعني فعلا يعني متعاونين وبينهم حب إن شاء الله، وإن شاء الله أكيد دكتورة. هذا إحنا متوقع دائما نقول يعني بالرغم من بعض الممارسات السلبية القليلة لكن الوعي موجود جدا ومنتشر عندنا في المجتمع. شغلة واحدة بس بقولها، عدم الإنصات للشائعات. صحيح. ياك بالواتساب احتفظ فيه لنفسك لما تتحقق أن فعلا هاي اللي وصلك صح وتعتقد أن في فائدة أنك تبلغ لآخرين تنشرها، بس لا يعني لا تلجؤون للشائعات. وايد الشائعات قاعد الناس يتخبطون فيها ويخافون زيادة وينسون الهدف الرئيسي من الشغلات اللي قاعد تسويها وزارة الصحة والحكومة. صحيح. ودورنا نأكد على أخذ الخبر من المصادر الرسمية الصحيحة يعني واللي أعلن عنها مكتب الاتصال الحكومي. بالضبط. وعندنا أبس، عندنا أبليكيشن وزارة الصحة أونلاين تعطيك كل شيء، عدد الحالات وأبديت كل يوم كم حالة انصاب أو كم حالة طلعت نيجاتيف وطلعت أو بوزيتيف. فيعني حتى لو ارتفع العدد مثلا لنفرض إلى 500 أو 1000 الناس فيهم هلع، لا طبعا مقارنة بعدد سكان قطر ولا شيء يعني. أو حتى حالات الشفاء يعني عالميا. إيه يعني إن شاء الله ما يوصل هالعدد دكتورة. إن شاء الله ما يوصل. إن شاء الله دكتورة أمل عبد الرزاق الشاجي استشارية أول جلدية في مستشفى وكترا، شكرا لك. شكرا حبيبتي. نسأل السلامة للجميع بإذن الله تعالى. فقرات الصباح رباح لا زالت مستمرة معاكم، خلونا نروح لفاصل قصير ونرجع نكمل باقي الفقرات. جدد الترحيب فيكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ومع بيان مكتب الاتصال الحكومي بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب في دولة قطر، وفي إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، يتم حاليا الاستفادة من خدمات برنامج التعليم الإلكتروني والذي تعتمده وزارة التعليم والتعليم العالي. خلونا نتابع التقرير. مع متطلبات عصر رقمي لا يمكن تجاهله، يطفو على سطح برنامج التعليم الإلكتروني الذي تنفذه وزارة التعليم والتعليم العالي في المدارس الحكومية منذ سنوات كإحدى المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تقديم خدمات إلكترونية قائمة على التكنولوجيا الرقمية المتكاملة، وذلك لتعزيز جهود دولة قطر في تحسين جودة التعليم والتعليم العالي. يقوم التعليم الإلكتروني أساساً على تكنولوجيا المعلومات مع توفير المحتوى التعليمي وإيصال المهارات والمفاهيم للمتعلم، مما يتيح للطالب التفاعل النشط ويجعله محور العملية التعليمية، وذلك بأقصر وقت وأقل جهد وبدون ثقل حقيبة مدرسية وبأكبر فائدة. كما يتيح استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية تمكين الطلاب من الاتصال بالمعلمين وأداء واجباتهم المدرسية ومناقشتها داخل الفصول الدراسية بشكل إلكتروني بحت، وهو ما يسهم في خلق مناخ مواتن لدعم الطلاب وتمكينهم، كون مستقبل التكنولوجيا يعتمد على هذا الجيل الرقمي، وفي كون الرقمنة الآن مكون أساسي لتنفيذ غايات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
مشاهدينا ومستمعينا نرحب فيكم، واستغلال وقت الطفل بما ينمي قدراته وسرعة بديهته في تلقي المعلومة وتطبيقها يتماشى مع أهداف الكثير من التطبيقات المطروحة على منصات الهاتف المحمول أو جهاز الآيباد، لكن يبقى التساؤل الأهم هو كيفية اختيار التطبيق الأنسب من قبل الأسرة. جيبنا على هالتساؤلات الأستاذة ابتسام الغفاري، اختصاصية تكنولوجيا. صباح الخير. صباح الشارد. في البداية نبي نتكلم عن التطبيقات الإلكترونية وأهميتها بالنسبة للأطفال، شني أول خطوة عشان أنا أختار تطبيق إلكتروني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء طبعا إحنا عموما كيعني تكنولوجيين ما ننصح أن نعطي الأطفال اللي أقل من سنتين أي أجهزة إلكترونية أو الأجهزة اللوحية، سواء تليفون أو آيباد أو أي شيء، لأنه هو في طور نمو، فالنمو الحركي عنده أهم من النمو يعني، والمحادثة والكلام أهم من الأشياء الثانية. بعدها ممكن لو مثلا بنعطي الطفل عشان يطور مهاراته، طبعا لازم بشروط. أول شيء ولي الأمر، شروط ولي الأمر سواء من سنتين وطالع. أنا بسلم ولدي جهاز لازم بشروطي، يعني مثلا ممكن نحط بعض الشروط، انه مثلا ما يستخدم اكثر من كذا ساعه. نعم. هذا اخر وقت لك انك تستخدم عشان عقب مثلا وقت النوم او وقت اللعب. يعني في شروط خاصه لولي الامر ويتقيد فيها، مش بس لا ما عليه هالمره وشي، لا يتقيد فيها عشان الطفل خلاص يعرف انه في رقيب يعني. غير كذي اختيار التطبيقات دائما نحاول نكون بعمر الطفل. التطبيقات عموما فيها سن الطفل اللي مثلا اكبر اللي يقدر يستخدمه، يعني مثلا اكبر من 3 سنين، اكبر من 4 سنين، ما في اقل من سنتين طبعا، لان هاي شيء عالمي يعني. دائما مثلا فوق 3 سنين، فوق 4 سنين، 5 سنين، 11 سنه، 12 سنه، كل تطبيق له عمر. ايضا ممكن ولي الامر، طبعا التطبيقات كثيره وايد، وساعات ولي الامر يحتار يشوف مثلا المهارة اللي المفروض في هالسن الطفل يتعلمها، يعني مثلا من بعد 3 سنين أو ممكن حتى في السنتين يتعلم الألوان، يتعلم الحروف، يتعلم الأشكال. أشوف أحاول أدور التطبيقات اللي تنمي فيه هذه المهارة. نعم. وأنوعها عشان ما يمل. يعني مثلا ممكن يكون الألوان بس شكل يركبها، ممكن يكون نطق مع نطق، ممكن تكون بالعربي، ممكن تكون بالإنجليزي. مثلا حتى الأشكال ممكن يعرف مثلا الأشكال، يعني التطبيق الخاص بالأشكال، تركيبها، عدد أضلاعها، مثلا ألوانها، يدمج هاي الأشياء، يتطور. عدى هالمرحلة نشوف المرحلة الثانية اللي هي مثلا الجمع والطرح. المواد العلمية اللي ممكن يتعرف على الحيوانات، يتعرف على الحروف، يتعرف، يعني كل عمر لها تطبيقات خاصة فيها. ودائما ولي الأمر لما ينزل أي تطبيق حق الطفلة، أنا وايد وايد أنصح أن الأباء لازم يشوفون التطبيقات، يجربونها هم قبل، ويحاولون أن قد ما يقدرون أن تكون التطبيقات ما يكون فيها اتصال بالإنترنت، ما فيها تحديد المواقع، الموقع الجغرافي، لأن إحنا ما نقول إحنا بنقعد 24 ساعة مع طفل وهو قاعد يلعب طبعا. أكيد. يعني هذه حماية يعني، هذه بس لكن عشان أنا يعني أحمي طفلي، أن أحاول قد ما أقدر أتجنب هذه الأمور. دائما البرامج المدفوعة هي الأفضل، ولازم من مواقع موثوق فيها. عشان من أي ناحية أفضل ابتسام؟ تكون هي يعني مثل البرامج يعني من مواقع موثوق فيها، إذا كان طبعا من كمبيوتر، وإذا كان آيفون الأبل ستور طبعا والأندرويد، ونشوف التقييمات عليها. يعني في أحيانا أولياء أمور أو ناس مجربينها قبل، في حاطين عليها تقييمات أو ملاحظات على البرنامج، نحاول نشوف هل فعلا مثلا الناس استفادت من هالبرنامج، التقييم اللي هي بالستارز. حتى احنا لو حصلنا ملاحظة على البرنامج، ممكن احنا نحط ونعلق التقييمات عشان غير يستفيد. دائما التقييمات هذه والبرامج المدفوعة ذي تجنب عيالي ان مثلا ما تطلع عندهم الدعايات اللي ما لها داعي. احيانا احاول قد ما نقدر اذا كان في ابديت يكون ابديت بموافقة ولي الامر، التحديث. نعم. ليش؟ لان احيانا تكون التحديث للبرامج ما يناسبنا، ممكن احنا نشوف البرنامج في البداية يصير تحديث اوتوماتيكي، انت ما تعرفين في اشياء ثانية تنضاف للبرنامج ما تناسبنا. نعم. او ما تناسب طفلي،
او ما تناسب مجتمعنا او ثقافتنا. فعشان كذي دائما التحديث يكون مانيوال او اللي هو يدوي، ان انا احدث فيه واتابع بعد التحديث ايش التحديثات اللي صارت في هذه التطبيقات. جدا مهم هالشيء، لان احيانا تكون برامج عاديه في البدايه لكن مع التحديثات تتطور، هو ممكن في مجتمعات ثانيه تكون عادي لكن تضاف لها خصائص ثانيه. اي نعم ابتسام، هو حلو ان مثلا مثل ما ذكرتي في البدايه تعليم المهارات والكفايات هذه اللي تكون دورها مكمل للمهارات والكفايات التعليميه في المدارس، لكن خلينا نتكلم بواقعيه. يعني اليوم اطفالنا أو عملنا في الجانب التكنولوجي، يعني يعرفون تطبيقات إلكترونية إحنا يمكن ما نعرفها، صح. يعني فتوقعات أنت اللي تذكرينها لازم تكون عالية من قبل أولياء الأمور، لكن خلينا نعترف أن جيلنا أذكى من أولياء الأمور في هالجانب. أتكلم التكنولوجي، فشلون إحنا نقدر يعني نوفق بين الطرفين ما تكون في فجوة؟ يعني تلقين الطفل يعرف تطبيقات كثيرة، الأب يمكن ما يعرف يستخدم الجوال إلا عن طريق ولده. هو صح، مو بعيب ان احنا نتعلم، صحيح. يعني بالعكس هاي مجال كبير، وانا كاختصاصية التكنولوجيا في اشياء كل يوم قاعد استفيد، يعني كل يوم قاعد استفيد واتعلم واشوف. يعني هو التعليم ما له عمر، صحيح. يعني مو بعيب ان انا اتعلم واشوف، مو بعيب ان انا اشارك عيالي هذه التطبيقات. يعني في ناس يقولون والله انا ما عندي مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، ما عندي سناب، ما عندي انستغرام. لا، ما عليه، انت شفت ولدك او ابنك طفلك ضايف هالامور، هذه الالعاب ممكن احنا نضيف عشان حتى يعني كانه مش كانه اراقب ولدي، اقول اشاركه، يعني اشاركه. نعم. اشوف حتى ترى ممكن احيانا الاباء يكتشفون شخصيه عيالهم من هالامور، صحيح. يعني انا ممكن اشوف طفلي عنده موهبه او مهاره، انا ما اقول امنعهم من التكنولوجيا، هاي شيء موجود وبالعكس شيء حلو، ترى احنا ممكن ناخذ من الاشياء الايجابيه، لكن في نفس الوقت في اشياء ممكن في التكنولوجيا احنا نطبقها في الواقع. يعني في مثلا العاب، مثلا في العاب ممكن حتى احنا اوكي تعلمناها وشفناها مثلا كتطبيق، تعالوا نطبقها في الواقع، العب مع عيالي مو بعيب. يعني احاول شوي، ومثل ما قلنا الشروط من البدايه، شروط ولي الامر انك انت لك هالكثر مثلا ساعتين او 3 ساعات في اليوم مثلا لهذا الوقت. وفي طبعا تطبيقات حق اولياء الامور انه ممكن يسوون كنترول عليها ويراقبون ابنائهم فيها، انه ممكن يقفل عليه الكمبيوتر الجهاز بعد مثلا عد الوقت او مثلا وقت النوم او هاي ممكن يقفل عليه. فممكن اشارك ابني في هالموضوع انه تعال والله نلعب مثلا هاللعبه في الواقع. طبعا غير مشاركات النوادي، مشاركات الانشطه الثانيه، يعني اسوي مثل توازن، صحيح. لازم اسوي توازن. خاصة ان انا يعني شخص مسؤول فلازم ابذل جهد عشان اعرف. وغلط ترى ان انا امنعهم من التكنولوجيا، ترى يعني بالعكس بيكونون يعني بالعكس، يعني حتى الحين المدارس قاعده تدخل هذه الامور، صحيح. في التعليم، ترى فيها التعليم، فيها في العمل بعدين في المستقبل، يعني في العمل في الجامعه بيحتاج هذه الامور، فغلط ان انا امنع، بالعكس اعطيه مهاره وفي نفس الوقت يعني ما يعني يعني احاول اسوي كنترول ان يعني ادخل معاه بعض الانشطه الحركيه، بعض الانشطه الحيويه الواقعيه الموجوده معنا. نعم. طيب ابتسام، احنا بعد نعرف ان احنا في عصر السرعه وعصر التكنولوجيا، يعني في اليوم الواحد الاف التطبيقات. صح. طيب ممكن الطفل يمل من تطبيق معين، احنا شنو دورنا في هالجانب؟ يعني هل احنا بنركز على جانب محدد مثل التطبيقات، ولا بعد نلفتهم الامور ثانيه اخرى؟ دائما ولي الامر لما بينزل تطبيقات حق الطفل يعني يشوف الهدف، هو ايش الهدف منه؟ هدف مهاره، هدف تعليمي، اجتماعي، تسليه. يعني هذه الامور بالعكس تنوع من البرامج. يعني ممكن مثل ما قلنا احنا مثلا من ساعه برنامج الالوان، ممكن انا ما احط له برنامج واحد عشان يمل الطفل، ممكن احط له اكثر من برنامج يعني يعطيه طريقة التعليم بطرق مختلفة، ممكن مرة طريقة فيديو، ممكن طريقة لعبة، طريقة مثلا تفاعلي، اشياء يعني في احيانا صور تفاعلية مع الطفل انه هو في سؤال سؤال وجواب. فهذه الامور تخلي الطفل يعني بالعكس يتفاعل معاها، وفي نفس الوقت مثل ما قلت لك ادمجه في الواقع. يعني مثلا اقول له والله تعال شوف لي هذا اللي شفته، عطني مثلا في الواقع، في مثلا في البيئة الموجودة اللي احنا فيها، او تعال طبقها مثلا في الواقع في الصج، يعني تعال طبقها قدامي، تعال نلعبها مثلا مع بعض، او ممكن يعلمك مثلا. نعم. ايوه. صحيح. فبالعكس هاي الشيء يعني مثل ما قلنا التنوع، تنوع طرق
طرق التعليم أو طرق استخدام هذه التطبيقات ما يمل منها الطفل. أكيد. طيب ابتسام، احنا عارفين أن الحين تم قرار اللي هو بتعليق الدراسة. أيوة. فبالتالي صار عندنا وقت فراغ كبير للأطفال. صح. فهالفترة شلون احنا ممكن نوجههم للاستفادة من هالتطبيقات الإلكترونية؟ طبعا هي صح وقفت الدراسة لكن ما وقف التعليم. صحيح. يعني نحاول قد ما نقدر الحين، يعني توجهات طبعا وزارة التربية والتعليم انه ممكن يكون فيها البديل، انه هو مثلا ممكن الدروس المصورة او الدروس عن بعد. عن بعد. فبالعكس احنا اكتشف مع عيالي، اقعد مع عيالي واكتشف فيهم الطريقة اللي أنا ممكن أتواصل فيها مع المدرسين، أحاول أتعلم البرامج اللي ممكن وزارة التعليم والتربية والتعليم تطرحها عشان التواصل عن بعد. يعني نحاول نكتشف طريقة، نحاول ممكن حتى الدروس نفسها أنا ما أوقف دراسة، يعني أنا صح وقفت يعتبر كإجازة أو مثلا قرار تعليق قرار، لكن أنا ما أوقف الدراسة، بالعكس أحاول أطلع الدروس هذه يعني أدرسهم بطريقة ممكن ثانية، ممكن فيديوهات تعليمية، ممكن مثل ما قلنا بالتطبيقات، يعني ممكن حتى نسوي مثل حصة في البيت يعني. نعم. فنحاول نسوي، ممكن نسوي يعني إذا مثلا عندك أكثر من طفل في البيت ممكن تسوين كأنه يوم دراسي، ساعات دراسية تختلف شوي حتى تصير الأجواء أكثر مريحة، تصير أكثر يعني حتى هي كأنها تغيير بيئة بعد. صحيح. حتى أو حتى تكليف حد منهم بهالمهمة. صح. يعطيه الثقة بنفسه أكثر. صح. طيب ابتسام، في النهاية حابين نعرف مجموعة من الإرشادات العامة استخدام التطبيقات الإلكترونية. دائما نكون إحنا طبعا أول نقطة وأهم نقطة اللي هي متابعة الطفل بالنسبة حق التطبيقات، مثل ما قلنا التحديثات جدا لازم نتابعها بعد. أيضا نحاول قد ما نقدر نسوي كنترول يعني اللي هو بشروطي أنا مثل شروط ولي الأمر على الطفل، ونلتزم فيها مع الطفل عشان حتى الطفل حتى يتعلم بمشاركة الطرفين. بمشاركة الطرفين. نعم. فعلا. وما نخلي الطفل ينعزل من نفسه يقعد بروحه مع الجهاز، دائما نخليه بيننا. نعم. نخليه معانا. ساعات أحيانا نشوف عيالنا مثلا والله راح الغرفة يقعد مع الجوال بروحه أو مع الآيباد بروحه، أو الكمبيوتر يكون في مكان معزول عن المكان اللي جلسة العائلة. نعم. لا، نخليه دائما في مكان مكشوف قاعد معانا، نعطي الثقة إنه هو، يعني نعزز في الثقة اللي هو أو المراقبة الذاتية. صحيح. إنه هو لو مثلا لا سمح الله صار له أي مشكلة أو أي حد كلمه، في مثلا أحيانا تصير محادثات خارجية. نعم. في بعض التطبيقات إنه هو يعلمنا، إحنا نكون على علم من هاي من هالشخص، لا تكلم حد غريب، ممكن يعني نصايح هذه حتى العيال ترى ياخذونها. صحيح. بالذات يعني في مرحلة النمو يعرفون إنه يعني مثل ما قلنا عيالنا واعيين. أكيد. وهالجيل يعني الحمد لله يعني في منهم تقبل للنصيحة، إذا رافجناهم يعني أفضل من إحنا نعاديهم، بالعكس نكون معاهم في المشكلة ما نكون ضدهم. معين. صحيح. إذن هي الرقابة الذاتية والمشاركة في اتخاذ القرارات هي اللي. صح. تقضي على الكثير من الأمور. ابتسام الغفاري أخصائية تكنولوجيا، شكرا لك. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم. كل من الصباح رباح. لأي اقتراح أو استفسار يمكنكم التواصل معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لكم وإلى اللقاء. مجدك نما باسم الفضيل.